اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن مجدي طلبه. ازيك كابتن مجدي؟ اهلا كابتن. شرف ومنور وسعداء جدا بوجود حضرتك معانا. شرف بيك يا حبيبي. ربنا يخليك كابتن مجدي. يعني لا صوت يعلو فوق صوت مباراه الاهلي والزمالك، مباراه مهمه الكل ينتظر هذه المباراه. عايز ابدا مع حضرتك الاول، احساس اللاعبين في هذا التوقيت بيبقى عامل ازاي؟ لانه دايما الوقت ده بيبقى ناس تقول لك انتوا لعبتوا ماتشات كتير فما تفرقش معاكم، هل ده صحيح؟ مش ما تفرقش معانا، بس بيبقى اللعيب الكبير بيبقى اهدى شويه. اوكي. اللعيب الكبير خالص بيبقى اهدى خالص، واللعيب اللي اول مره بيلعب برضه بيبقى اهدى. اللي اول مره بيلعب واللي عنده خبرات كبيره. اوكي. اللي اول مره لانه مش حاسس. ما يعرفش، ما مرش بالتجربه. أوكي. انما اللي مر بالتجربه مره اثنين ثلاثه ده اللي بيبقى عنده نسبه القلق شويه. اما بتزيد التجارب بيبدا ياخد الخبرات بتاعته بتزيد، و المواقف بتاعته بتبقى متشابهه، فبيبقى تحضيره للمباراه اللي زي كده بقى شبه عادي بالنسبه له، بقت الامور عاديه واعتياديه. اللي بيعمله الحاجات اللي متعود انه يعملها كتير جدا بتبقى مرت عليه، فبيبقى حتى اللعيب الكبير بيبقى متوقع انه هيلعب كويس او لا قبل المباراه. أوكي. قبل ما يدخل المباراه خالص بيبقى عارف من حالته هو هيلعب كويس ولا لا. يعني ايه يا كابتن عارف من حالته؟ معلش، يعني حالته هو فايق، حالته النفسيه كويس، نايم كويس، فورمه كويس، شارب كويس، غير نايم كويس، غير نايم كويس كمان، فورمه في التمرين كويس. أوكي. الحاله المزاجيه بتاعته كويسه جدا، ما عندوش اي صعوبات مع قبلها في القصه دي، مركز، درجات تركيزه كويسه جدا، الحاله العموميه اللي بتحيط بيه بتبقى ليها متشابهات قبل كده مر بيها. اوكي. فعن طريقها بيقدر يقول انا النهارده هبقى كويس او النهارده هبقى مش قد طيب. كده. شايف المباراه بتاعت يوم الجمعه ازاي يا كابتن؟ والله انا شايفها في اطار السوبر، مباراه من المباريات او سوبر من المباريات اللي هتتحط في التاريخ، اي تيم هيكسب. صحيح. هتزودوا العدد بتاعه، واتمنى ان شاء الله يكون النادي الاهلي في الحاله دي. بالنسبه للنادي الاهلي مباراه هتبقى مؤثره كبيره باكتر شويه عشان الكوتش جديد. نعم. هم نادي الزمالك ما عندوش حته، عنده استقرار فني من السنه اللي فاتت. موجود مستمر. الكوتش الجديد اللي داخل عندنا عارف وقاري الناس كلها، انما لسه مش بدرجه كافيه. نعم. بدليل ان هو الروتيشن اللي بيعمله حتى النهارده. أوكي. مش بالضروره انه بيعمله عشان يريح فلان وفلان وفلان، قد ما هو بيعمله علشان يشوف المستويات بتاعه اللعيبه اللي قدامه عامله ازاي وبتادي ازاي. الحاجه الثانيه، المكسب بتاع المباراه ديت هيفرق كتير جدا في المرحلة اللي جاية من الناحية المعنوية بالنسبة لأي تيم هيكسب المباراة.